اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. كابتن فاروق، لا جديد يذكر، ميدان القديم يعاد في الشوط الثاني، فوز الزمالك او تقدم الزمالك بهدف مقابل لا شيء. الشوط الثاني كان الزمالك لم يغير وجه غير الشوط الاول، يعني هو نفس الوجه اللي كان بيفوز. احنا كنا متفقين، يعني كل الاستوديو كان موافق ان الزمالك هيحافظ على المكسب، الهدف اللي جابه يحافظ عليه، وقدر الزمالك بخبره لعيبته ان هو يخلص الشوط الثاني بشكل في تنظيم في الناحيه الدفاعيه، حتى لو الاستحواذ كان لصالح فريق المقصه بشكل كبير، لكن الزمالك قدر يحافظ ويقفل الملعب بشكل كويس جدا. النهارده يمكن بنتكلم على الدفاع كان منظم، جنش كان بيشتغل كل الكرات العرضيه يشتغل معاه بخبراته. النهارده الزمالك الهدف من المباراه 3 بونت، يعني هو دلوقتي وصلنا لمرحله الزمالك يبقى اقتصادي اكتر في الاداء، عايز الثلاثه بونت ان هو عايز يستمر الاول في جدول الدوري العام، وده يبقى هدف للعيبه واللعيبه والمدير الفني ان كلهم ماشيين في فكر واحد وشايفين بطوله الدوري قدامهم يعني. فانا شايف ان الزمالك النهارده خد اللي عايزه من المباراه، ما فيش مشاكل حصلت للعيبه، ممكن هو انذار يمكن اللي حصل، لكن الزمالك النهارده خبرات لعيبته وصلته ان هو يفضل مستمر. انذار يجعله يغيب عن مباراه غزل المحله القادمه. اوباما؟ إيه عفوا، امام عاشور. امام يعني انا عايز اقول هو متحمس، لعيب قوي ولعيب كويس. اوباما يعني مش عارف، النهارده يمكن في لعيبه النهارده مجهده في المباراه شويه، لكن بردك الزمالك خد، يعني انت بردك في النهايه انت خدت الثلاثه بونت، استمرت في جدول الدوري في استمرار في المكسب، ودي ده المهم اللي انت بتفكر فيه. الزمالك اكيد لو في حتى غيابات ولا حاجه فهو الزمالك يملك البديل، يملك اللعيبه اللي تقدر تعوض اي غيابات تحصل للفرقه.